وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا. غريبا وكابدها جائحة، رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس. باب الحوائج. لعظم رزيتك الفادحة بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك سافحة لأنك لم ترو من شربة. مسلم استشهد وجنازته كانت تجر في يوم الأضحى. شوف منزلة الرجل العظيم، يوم رابع من المحرم لعظمة هذا الرجل خصص إليه، وإلا هو من يوم العيد بأبي وأمي جثة بلا رأس يجر في شوارع الكوفة. بكت كدمان يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة لأنك لم تروى من شربة، ثناياك فيها غدت طائحة رموك من القصر إذ أوثقوك. هذه من أسوأ الميتات يقولون العلماء، اللي يلقى من شاهق يقول قبل لا يصل إلى الأرض يموت من هول هذه الميتة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ يعني واسى الحسين بالعطش وبتهشم وتكسير الأضلاع، بعد قال وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة أتقضي ولم تبكي كالباكيات؟ ما عنده من وين عليه شيعتك، تعال شوفهم ليلة رابع، تعال شوفهم يوم رابع شي يسوون يا مسلم، زلزلة بالمآت. أما لك في المصر من نائحة لقلبك
كسرته يا غريب الغاب مثل اليتامى تمسح بشفك علي. إيه فيكم ون على مسلم، فيكم حر على هالغريب، أويلي تمسح على راسي ودمع العين همال شني يتيمة الكافي الله من هالأحوى ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جري بمسحك على راسي تركت القلب ذايب هذي عمي من علامات المصر يا ويلي قلبي قلبي تروى حيث ابويا بسفر غايب طول الغيبة يعودها الله بعجلي ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود قالها يا فاطم والدك ما ظنت شهقت وظلت تنتحب وبروح عجوب وصاحت يا عمي لا تفاول بالمني سافر عسى يعود ليا بالسلامة واقعد بحضنا وينشرح قلبي بكلام شنو سمعت عن والدي حلوة الجهامة قالها يا بنتي غابت عنك بطيء جاني جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة ذابينا والجسد بالأسواق جنهم يسحبونا وراس المشكر راح للطاغي هدي ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إمامنا ومقتدانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه في كتابه لأهل الكوفة ألا وأني قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي أمره أمري ونهيه نهي نوروا قلوبكم وطيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد
ارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لعبت الكوفة كمدينة دور بارز في تاريخ الإسلام على مستويات شتى، يعني على المستوى العسكري الكوفة كانت ثكنة عسكرية تشكل المدد الاستراتيجي للثغور. بعد ما فتحت بلاد فارس مصرت الكوفة وأصبحت مقراً للقادة وثكنة عسكرية مهمة كما أشرنا، هذا على المستوى الاقتصادي. على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، هذه مو مشكلة الكوفة، مشكلة العراق بالكامل من ذاك اليوم إلى يومنا هذا. العراق كانت تعتبر الشريان الأبهر للدولة الإسلامية، يسمونها أرض السواد لكثرة بساتينها، جنة على الأرض، خيرات. وإذا تتذكرون واحد من الولاة كان يقول شنو، يقول السواد ملك لقريش ومن أبى فليشرب من البحر، يعني خيراتها مو إلى أهلها من ذاك اليوم. هذه المكان اللي عنده هاي القدرات الاقتصادية الهائلة قطعاً يصير مطمع إلى القادة، إلى الانتهازيين. ولذلك تشوف حتى الولاة اللي مروا على الكوفة في ذلك الزمان كانوا قريبين من قمة الهرم، قريبين من قمة الهرم، أن الواحد يبغي أرض مثل هذه بيروح إلى الحجاز في ذاك اليوم. اليوم بترول موجود، بس ذاك اليوم إيش عندنا الحجاز؟ الواحد إذا سوى إلى بئر من 70-80 ذراع هذا حصل الجنة، يعني ما عندها شيء. فهذه كانت الكوفة والعراق بشكل عام كانت الشريان الأبهر للدولة الإسلامية على المستوى الاقتصادي. على المستوى الثقافي هذا عاد الفضل فيه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، على اعتبار أن أمير البيان اتخذها عاصمة لحكومته، وبالتالي تشوف اللي أحاطوا بأمير المؤمنين من أصحابه الخلص المدارك الفكرية شوية تقول عليهم شيعة، هذين قمم، قمم كانوا عندهم علوم المنايا والبلايا، مثل ميثم ابن يحيى التمار، جويرية العبدي، رشيد الهجري، عمرو بن الحمق الخزاعي، حبيب ابن مظاهر الأسدي، مسلم ابن وغيرهم 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 وغيرهم. هذا ميثم يقول إلى المختار في الحبس، يقول لي ستطأ هذا العتل الزنيم بقدمك على رأسه. عندهم علوم المنايا والبلايا. فعلى المستوى الثقافي والفكري الفضل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. اليوم بعد هالسنين الطويلة عندما يقرأ الباحث الكوفة يشوف أكو في ضبابية، الخنادق تداخلت، الرؤية مو واضحة. يجي واحد من المؤرخين يقدم الكوفة على أساس أنها الغانية اللعوب، واحد ثاني يقدم الكوفة على أساس أنها الراهبة المتبتلة. ليش يعني؟ كل واحد مدارك الفكرية، كل مؤرخ وما يحمله من خلفيات تاريخية فكرية. حتى اليوم أكو واحد المدارك ماله إذا راح إلى بغداد مثلاً يقول الدين كله في بغداد، هو رايح إلى مكان التدين. وأكو واحد ثاني إلا طريق الملتوي يقول لا بغداد ما فيها دين. أنت شوف رايح وين بالضبط، أنت شنو مسلك، أنت شنو تبغي. فالمؤرخ كل واحد ومشربه ومسلكه وخلفيته، لكن الباحث اللي عنده إنصاف عندما يضع الكوفة على طاولة التشريح لازم يكون منصف شوية، لازم يكون محق شوية ويعطي. هو ليش الكوفة يقدمونها بهالصورة؟ استدرجت الإمام الحسين وقتلت الإمام الحسين، كل هذا عشان يقولون الشيعة قتلوا علي بن أبي طالب، الشيعة خذلوا الإمام الحسن سلام الله عليه، والشيعة قتلوا الإمام الحسين ورموا الاتهام على غيرهم حتى يسحبون الاتهام من الآخرين، يقدمونها بهالصورة. أسألكم سؤال بالله، الكوفة كم حرب مرت عليها؟
الحروب ما تسبب وهان، ما تسبب ضعف، ما تسبب نكول. الحروب تستنزف الخيرات كلها، الحروب تستنزف الأرواح، الخيرات الاقتصادية. وانت شايف الأماكن اللي تصير فيها حروب، متى عاد تبنى ومتى إعادة البناء ومتى ترجع الأمور إلى مجاريها؟ يدب الخوف الرعب، هذه الحروب تخلف هالأمور كلها. أمير المؤمنين بس استلم الخلافة سلام الله عليه بدأت المصائب، اتخذها عاصمة، بدأت المصائب تترى على أمير المؤمنين، بدءا بحرب الجمل، فغرت فاغرة البصرة، نهب بيت المال باليمن، وجمعت الأموال وصار الجيش لقتال أمير المؤمنين سلام الله عليه في حرب الجمل. حرب الجمل من 12 إلى 13 ألف قتيل كلهم يصلون إلى القبلة. معظم جيش أمير المؤمنين من وين؟ من الكوفة، من الكوفة. خلصت حرب الجمال، صارت حرب صفين، حرب طاحنة، حرب ضروس. شقد القتلى بيها؟ جل جيش أمير المؤمنين من وين؟ من الكوفة. انتهت صفين بكارثة التحكيم، انشق جيش أمير المؤمنين، صاروا إلنا الخوارج بلوى جديدة بعد، وصارت حرب النهروان. جل جيش أمير المؤمنين من الكوفة. بعد هالثلاث الحروب الطاحنة ما يسبب ضعف خو إيمان الناس؟ مو كل واحد يا جماعة، أهل الكوفة مو كلهم عمرو بن الحمق الخزاعي اللي يوقف أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لو كلفتني بنزف البحار الطوامي ونزح الجبال الرواسي وأنا هكذا حتى يأتي علي يومي ويدي على قائم سيفي أدب به بين يديك لعلمت أنني لم أستطع إيفائك بعض الحق الذي لك عليه. الناس مو كلهم مثله، بس اللي مثل عمرو بن الحمق الخزاعي سوى فيهم. هذا صاحب أول رأس يحمل في الإسلام، عمرو بن الحمق الخزاعي. تذكرون رسالة الإمام الحسين عليه السلام؟ عند رسالة أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي الرجل الصالح الذي أبلته العبادة فأعطيته من العهود والمواثيق ما لو أعطيته لطائر لنزل إليك من الجبل. هذا العبد الزاهد. وزياد ابن أبيه أخذ زوجته ورماها بالحبس أسماء بنت الشريد، وجابوا راسه ورموه بحجرها لما قطع. شايف أيمن سن سنة لما يقول لك بالخربة شلون يجيبون راس الحسين؟ يا مولاي أيمن سن سنة سيئة فعليه القوم أبناء القوم. صاحب أول رئيس يحمل في الإسلام. بعد الحروب تركها إلى جانب إلا سببت الوهن والنكول. الولاة اللي تعاقبوا على الكوفة، تعرف من أنت؟ أعطيك بس اسم إلا شوية نجرع نتكلم به حتى ما نغرب روحنا. زياد ابن أبي، يكفي بس أقول لك زياد. هذا زياد ترى كان في معسكرات الكوفة من بداية الأمر يعرف. فزياد أيها الأحبة اشترى الذمم والضمائر. نقرأ واحدة من الروايات أنه أرسل ابن عبيد الله ابن زياد بقائمة فيها أسماء الذين تم شراء الذمم والضمائر، وضمت القائمة يقولوا ثلاثة من الأسماء اللي رفضوا بيع الذمم والضمائر، منهم حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. فلما شاف القائمة قال بكم اشترى أبوك دينهم؟ قال ب70,000. قال والله لقد هان عليهم دينهم بس ب70,000. إلى اليوم والله أكو ناس يبيعون الدين والمذهب بفليسات مثل ما يقولوا. قال قل لأبيك أن هؤلاء اللي بقوا ما باعوا لن يبيعوا عقيدتهم بعلي ولو فتحنا لهم خزانة الأرض. بعد السوى أعطيك نموذج حتى تعرف أهل الكوفة الضغط اللي حل عليهم شنو. يقولوا كان مخطط أن يدخل الناس إلى المسجد ويغلق الباب ويفتح منفذ واحد عليه سياف يعرضهم على البراءة أو القتل. أظن كل الناس يقتلون؟ نفسي لا تسمح بذلك. بعض الناس
لكن سبحان الله حتى إحنا نقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله سبحانه وتعالى رحم عباده بلاه بالطاعون ومات وراح. فهذه نماذج حروب ولاة قتل شراء ذمم وضمائر. إيش صار بالكوفة يعني؟ الفترة اللي دخل بيها مسلم ابن عقيل إلى الكوفة كان الوالي النعمان ابن بشير. النعمان ابن بشير سياسة مثل سياسة الصاحبة، سياسة اللين تارة، احتواء الأزمة تارة أخرى، الحبل يجره شوية ورد يعطي شوية مجال. هذا مو مدح إليه، هو وحيد من الأنصار اللي صار على هالدرب. لكن أهل الكوفة بعد هالمعاناة اللي قلناها إليك وعطيتك لمحات بسيطة بس منها، في فترة ولايته كأنما شوية تنفس الصعداء، صار أكو مجال الواحد يتحرك، أكو مجال يعقدون ندوات ولو كانت بالخفاء. الأول حتى بالخفاء ما يجرأ الواحد. مسلم ابن عقيل لما دخل في هذه الفترة أهل الكوفة كأنما وجدوا في مسلم المنقذ. مآسي مرت عليهم، بلايا مرت عليهم، بس إيمانهم ما كان ذاك الإيمان. اللي بالكوفة مو كلهم حبيب ابن مظاهر الأسدي. احنا حتى إذا وصلنا إلى المصيبة ونقول مسلم ما حصل إلى واحد وياه، من جملة اللي كاتبه والإمام الحسين من شبث ابن ربعي لعنه الله، حجار ابن أبجر لعنه الله، عبد الله بن عبيد الله ابن الحجاج الزبيدي لعنه الله اللي كان على المشرع، وسبحان الله هذا كان ويا أمير المؤمنين، كان بالشام وبعدين رجع إلى الكوفة. انقلب على عقبيه. الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر كان يناديهم خصوصا هذول الثلاثة، يقول يا شبث يا حجار يقول يا ابن الزبيدي ألستم أنتم الذين كاتبتموني واليوم أنتون سيوفكم مسلولة علي؟ قالوا ما كاتبنا. قال كذبتم والله كذبتم. فإذا أمثال هؤلاء اللي بايعوا مسلم ابن عقيل في أقل زلزال يفلون لو ما يفلون، يفلون عن مسلم ابن عقيل. الإمام الحسين سلام الله عليه لما وصلت كتب الكوفة خرجين يقول المؤرخ من الكتب، صارت حجة على الإمام الحسين عليه السلام، حجة على الإمام الحسين. فنادى على مسلم ابن عقيل في 15 من شهر رمضان. طلع مسلم ابن عقيل أخذ طريقه من ناحية المدينة، ودع قبر النبي صلى الله عليه وآله، جدد به عهدا وطلع إلى الكوفة. وصل إلى الكوفة بخمسة شوال، نزل في دار المختار الثقفي على اعتبار قريب من أهل البيت، رجل إلى صيته إلى سمعته، أضف إلى ذلك هذا متزوج بنت الوالي، أكو شوية حماية إليه. فنزل في دار المختار الثقفي، بدأت الناس تتهافت على مسلم ابن عقيل، وجدوا فيه أملا. لكن سبحان الله بس ما عاجت الرجفة إلى أهل الكوفة كلهم تركوا مسلم ابن عقيل. يجي واحد من المؤرخين يقول مسلم ما أنجز المهمة. يا مولاي الإمام المعصوم يقول أنا وضعت وكيل والوكيل كالأصيل، أمره أمري ونهيه نهي. يقول ليش ما أنجز المهمة؟ قالوا لأن ما قتل عبيد الله ابن زياد، ما قتل عبيد الله ابن زياد. عبيد الله لما إجى من البصرة إلى الكوفة اللي وياه يقول المؤرخ معظمهم على دين علي، زين ليش ما قتلتون أنتون في الطريق؟ ما حد يدري عنكم، عتل زنيم عمره 20 سنة، أسمر اللون، حتى اللغة العربية ما ينطقها صح. يقول إلى هاني ابن عروة أهروري أنت؟ حروري يعني خارجي أنت، هروري ما يعرف يتكلم. اقتلوا، تبغون مسلم ابن عقيل يقتله غدرا وهو من مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإيمان قيد الفارق، إلا عند إيمان هذا لا تخاف منه، لا بضرك ولا بأذيك، ها يحفظك ويحفظ أهلك ويحفظ هذا المؤمن. أما الفاجر الغادر الفاسق هذا لا إيمان له، هذا الغادر. ولذلك شوف أعداء أهل البيت سبحان الله كلهم أبطال مثلة، كلهم. أمير المؤمنين يقول إليه حتى مسلم بن عقيل سلام الله عليه،
تذكرون واحدة من وصايا إلى عمر بن سعد، وهذا عمر بن سعد لا يجي واحد يصوره إلينا بهيئة الوادع، اتورط في كربلة كان على 4000 وبعدين ودوا إلى كربلة وخير نفسه بين خيارين صعبين. هو أول من راسل بقتل الإمام الحسين عمر بن سعد، الرسالة أول رسالة من عنده. كان يتزلف إلى الولاية، إن النعمان ضعيف أو يتضاعف فأرسل إليها رجل قوي. كان يقول يلا خلك أنت الوالي. سرجون قال لي ود من هو؟ ود عبيد الله ابن زياد واللي هي على المصرين، على البصرة وعلى الكوفة، على البصرة وعلى الكوفة. فهذا من مدرسة أمير المؤمنين، ماكو فيها غادر، حتى لو صارت إلى فرصة ما يغدر مسلم ابن عقيل، مسلم فقيه من فقهاء أهل البيت، مسلم تعد مدرسة أهل البيت من أبواب الحوائج، وأبواب الحوائج عندنا ترى يعدون على أصابع اليد. منزلته منزلة مو سهلة مسلم بن عقيل، تربى مع علي مع الحسن مع الحسين، ما فارق بيت العصمة. هذا أنت لو صاحب إليك صديق مؤمن عالم جليل، سويعات تطلع ويا بعد مو طول يومك، تكتسب من خلقه لو ما تكتسب، تكتسب من خلقه، أخلاقه، إيمانه، عبادته. هذا بكيف من صغره إلى ما غمض عيونه ويا المعصوم، لم يفارق المعصوم مسلم ابن عقيل. ولذلك لما اعتقل هاني ابن عروة انطلاقا من واجب الشرع صاح مسلم في أصحابه يا منصور أميت، قامت الثورة. روح اقرأ التاريخ، مسلم ابن عقيل شل الكوفة، كل الكوفة شلها بأنصاره، ماسك زمام الأمور. عبيد الله ابن زياد أغلق على نفس القاصر، زلزلة صارت الكوفة. بس ما أكثر الضجيج وقل الحجيج، وأقل الحجيج لعبت عام الدرهم والدينار، قام يفتر على أنصار مسلم من جهة، من جهة أخرى شريح القاضي بعد بدأ بعد ينفث، ارجعوا ترى واجبكم الشرعي أن لا تقتلوا أنفسكم. ومن جهة ثالثة تخويف، جيش الشام ترى ما يلاعب، حتى لو قتلتم دوركم واحد واحد راح تهدم، نساءكم تهتك، بناتكم تهتك، ارحموا روحكم، ترى الله ما يأمركم أن تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. من هذا الباب، والشيطان الرجيم شاطر، يعرف نقاط ضعف كل كل إنسان. واحد نقطة ضعفه الدرهم والدينار، واحد نقطة ضعف الشهوة الجنسية، شهوة البطن، وهكذا. ويا الله، كان يصلي جماعة انتهى من صلاته وإذا بالمسجد خالي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلع من المسجد، جواد مربوط في زاوية، طالع يمين شمال ماكو أحد وياه، ضرب جواده على ناصيته يقول المؤرخ وأطلقه في شوارع الكوفة. كلهم تخلوا عني، انت بعد تماشيني ليش؟ وقام يمشي مشية الكسير، وكلما مر على دار ردموا الباب في وجهه. شو هالغربة؟ شو هالمصيبة؟ أخذ يجول إلى أن انقطع الطريق به إلى دار طوعة. مو أقول لك الإيمان ترى مو بس بالصلاة والصيام، هنيئا لك بالصلاة والصيام، لكن عند الزلزلة عند الابتلاء يعرف المؤمن من غير المؤمن. هذه طوعة بموقفها هذا، شوف الله عز وجل سوى بيها، خلدها مع ثورة الإمام الحسين. يوم رابع ليلة رابع أكو خطيب يتجاوز طوعة، أنت ما تقبلها. إذا مر عليها الخطيب تسمع المؤمن مثلك وأمثالك شرواك والمؤمنات يقولون جزاها الله خير الجزاء، ما قصرت. وصل إلى دارها، أسند ظهره إلى الجدار،
عينه بالسماء ودموعه جارية يبكي. الله يا أبو طاهر تبكي بسبب هالخيانة أنت؟ تبكي لأنك وحيد؟ لسان حالي يقول لنا لا يا شيعة، مثلي لا يبكي للغربة والوحدة، هذا سيف من سيوف علي. أنا أبكي لأن أكو ضعينة جاية محملة بالخفرات بالمحجبات، أبكي على ضيعة زينب، أبكي على حبيبي الحسين ما أدري شي يسوون بي، هذا اللي يبكي. شوية طلعت طوعة من بيتها، وإذا رجل أجنبي هيئة حربية واقف على بابها، التفتت إلى قالت عبد الله ما لي وقوفك عند بابي، أنت أجنبي وإحنا أجنبيات، إيش بيقولون عني الناس؟ موقفة أجنبي على بابها، مسلم فقيه عالم، طلب الماي ما يمس المروءة يقولون. قال أمت الله مستحيل خجلان، أمت الله أنا عطشان تعطيني شربة من الماء؟ قالت حبا وكرامة. دخل الطوعة جابت الماء إلى شرب من القدح، أرجع القدح إلى طوعة، دخل الطوعة إلى الدار. السوى مسلم قعد على الأرض وضع رأسه بين ركبته، ساعة طوعة بعد طلعت، يقول المؤرخ تنتظر ابنها أو زوجها، وإلا هذا الرجل قاعد على الباب. قالت ها يا عبد الله إلا بعدك قاعد، تبغي ماي وعطيناك ماي، روح إلى أهلك، له روح إلى دارك، إذا عندك أم تنتظرك، إذا عندك أولاد ينتظرونك، الكوفة مرعبة، روح عن دار عاد. حرمت عليك البقاء عند داري. صارت المسألة شرعية. شي يسوي مسلم؟ وقف أمام طوعة، فلما رأت نوره بين عينيه ارتدت إلى الخلف. هذا منه؟ سيماء سيماء المؤمن، عيون إلى الأرض وهو يحاكيني، هذه من علامات المؤمن. شريف هذا الرجل. قال أمت الله تضيفيني سواد هذه الليلة، ولعلني مجازيك في يوم ما. اتجازيني وانت منه؟ منه انت حتى تجازيني؟ قال أتعرفين مكسورة الأضلاع فاطمة؟ قالت وشلون ما أعرفها سيدتي ومولاتي؟ تعرفين أمير المؤمنين؟ قالت ساقي الكوثر، نجاتنا هذا علي الحسن والحسين. قالت يا عبد الله ما لي أراك تحوم على أهل بيت النبوة. قامت دموعها تجري وإيدها على قلبها، إن صدق ظني فأنت مسلم. عاد مسلم بصوت مبحوح، عاد يا أمت الله أنا مسلم، لا عندي دار لا عندي أهل، وين أولي؟ لطمت على وجهها منادية وخجلتا منك يا رسول الله، ولدكم ضايع ما عند ملجأ، اتفضل يا مسلم سيدي الدار دارك وإحنا ضيوفك الليلة، وبقش ما تريد يا سيدي. الله الله يا طاعة، جزاها الله خير الجزاء. تقلّ تقلّ قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب، جنك جليل وشوفتك يا شمت نهاب،
لأهلك دروح القمار قرب والنجم ده. إيه مواساتك اليوم ترى إلى الإمام الحسين. الله 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 يا مسلم. روح بعجل لأهلك قبل لا يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل، قالها غريب ولا أهل عندي ولا دا. قالت هلك في وين؟ قالها بالمدينة، عنها ارتحل والدهر جاير. مسلم أنا وعمي علي اللي يذكرونا، مفروض وامسيت ببلدكم مال ينصر. ادخل يا سيدي. دخل إلى بيتها، قضى تلك الليلة راكعا وساجدا يتلو القرآن متهجدا بذكر الرحمن، وطاع على الباب من الخارج قاعدة على الأرض، حط إيدها على خدها دموعها جارية ورافع إيدها إلى السماء، يا ربي نجي مسلم من كيدهم. خفقت عينه خفقا، استيقظ وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي لما استرجعت؟ تحاكي من وراء الباب. قال أمت الله، خفقت عيني خفقة فرأيت عمي أمير المؤمنين وأبي عقيل وهما يناديانني العجل العجل يا مسلم. وما معنى ذلك؟ قال إن صدقت رؤياي فإني مقتول لا محال، من بلج الفجر وإلا بصوت قعقعة اللجم وصهيل الخيل وزعقات الرجال أحاطوا ببيت طوعة وهم ينادون لك الأمان يا مسلم. وهو يقول لا أمان لكم يا أهل الكوفة، أمت الله علي بالسيف علي بالدرع، يجازيك رسول الله عني يوم القيامة. آجركم الله. يقول المؤرخ وكان مسلم قويا شجاعا، أرادوا أن يقتحموا الدار فاتكأ على الباب وكردسهم في الطريق، سل صارمة مكنه من الرقاب، قتل منهم مقتلة عظيمة. هذا سيف من سيوف أمير المؤمنين، قائد عسكري كبير في جيوش أمير المؤمنين. أرسل ابن الأشعث لابن زياد مدني بالخيل والرجال، قال ويحك بعثتك لرجل واحد، أيصنع فيكم هذا الفعل العظيم؟ فكيف بك إذا بعثتك لمن هو أشد بأسا وأكثر مراسا؟ ويعني بذلك الحسين. قال يا أمير، أظننت أنك بعثتني إلى بقال من بقال الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ هذا سيف من أسياف علي. تكاثروا عليه ضربا بالسيوف ورشقا بالنبال، والنساء ترميه بالقصب من أعلى المنازل والحجارة، وهو ينادي والله أنا من بيت النبوة. آجركم الله. أثخنوه جراحا، أكثروا فيه الجراحات، غافله ابن الأشعث وضربه بالسيف على وجهه. تكاثروا عليه، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، وقع على الأرض صريعا.
أوثقوه بالحبال وجروه، وتصور وياي هالبطل يجر ويسحب سحبا في الطريق، والأطفال من خلفه يرشقونه بالحجارة. ما كل طوعة من أعلى السطح تنادي ومسلما وسيدا، لو طاعتنا دي على السطر احوشها الكسيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشر بن عمك الموثوق طايح بالحفل قاده مثل الطير مكسور الجناح. صاعت يا مسلم وعظمها خجلتي بي، إش بيدي وانا حرمة او ضعيفة ولا اقدر احمي. لو يرخصوني كان فت قلبي وداوي، كان اسلمت من كيدهم سلم على حسن. يلا يلا قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيت جانب بلدكم طباو قولي لهم مسلم يبلغكم سلام، اجرج على الله والنبي سيد الكون. بعد ويش عندك؟ قال تجيكم يا طوعم خذرت حيدر علىكم، جني اراها بهالسكاك بيتها مهدوم. حسار يا ويلي حسار، وراس حسين فوق الرمح مشهور، تدخل على ابن زياد وياها النساو. آجركم الله أدخلوه على ابن زياد، قال ويحكم لأقتلنه شر قتله، خذوه إلى أعلى القصر وارموه إلى الأرض. ألم المناد ومسلمان، أهل الكوفة ينتظرون ماذا يصنع بمسلم، وإذا بمسلم يقع من أعلى القصر جثة بلا رأس. وصف الجسد ذبّه من قصر الإمارة، وللطاغي بأرض الشام راحت لبشارة، وكان يترجى حسين وانقطعت أخباره. وزينب تنشدش خبر مسلم يا ضي العين، يا حسين مسلم ما لفت منا مكاتي، السبب ما يطرش خبر نفهم الترت. والله من الكوفة يا خويا قلبي مريب،
ذبحوا علي وخانوا بعهد الحسن يا حسن. قال هالخبر عندي يا مهجة سر الوجود، مسلم من الكوفة يا نور العين ميعود، كني أشوف الناب سوق الغنم ممدود، ما بينهم مسحوب ما كنهم مسلمي. يلا بعد، يلا بعد هذه الوقفة وأسألكم الدعاء، اعذروني تحملوا شوية، يستاهل مسلم ابن عقيل. شوف هذا التصور والخيال اللي عند الشاعر، يقول لما دخلوا السبايا إلى الكوفة أول ما فتح لهم باب القصر، سامحني زينب يدخلوها قصور، زينب تمشي بين الرجال. يقول الشاعر أول رأس استقبل السبايا رأس مسلم ابن عقيل، يقول دخلوهم انسلت طفلة من بين الأطفال لكن حيلة، متونها متورمة، عيونها حمرة من قلة النوم، التراب على ثيابها، اجت وقامت تسحب بعباية عمتها زينب، التفتت زينب وإلا طفلة صغيرة حميدة حميدة، تقول عمّا عمّا انت شايف الطفلة اللي عمرها 4-5 سنوات، هذه اللي عمرها 4-5 سنوات هذه تصير مدللة في البيت، أبوها أخوانها عمومها تصير مدللة، هذه ما تشوف ضيم ما تشوف هضم، تقول لها بنيتي حميدة ماذا تريدين، كفاية علي هالشماتة يا بنية والله ما أقدر أحكي. قالت عما أبسألك عن صاحب هذا الرأس مو غريب علي، كأني أعرفه لكن أسف عليه، وجهه مخسوف بالسيف، أسنانه مكسرة ما حد غمض عيونه، الدماء جامد عليه لونه مخطوف. أخذتها زينب بحضنها، بني هذا رأس الوالد الحنون. يقول تخيلت كأنه يطالح أبوها، بنية صغيرة ش تقول إلى والدها، تقول لا يا أبويا لا تصيد لي بعنا، يا أبويا من خطوف يا الغالي لونا، يا أبويا مكسرة حتى سنون، يا أبويا يتمتني بصغر سني، يا أبويا من الضرب مسود دمتني، يا أبويا من سياط الآلمات. بعد بيت الدعاء تقول لا يا أبويا بنيتك صارت ذليلة، يا أبويا من الهضم والهم نحيلة، يا أبويا صرت من بعدك علي حسين يا
حسين حسين مثل ما كان ينادي مسلم حسين وسحبان تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة.